عليك يا باشا. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
يوم ينادي المنادي
الله 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 كمان يا شيخ الله يفتح عليك الله 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 يوم ينبعون صيحة الغم مش نسمع واستمع ثاني ولا يوم ينبعون صيحة كمان واستنى واستنى يا سيدنا نعم يا سيدنا واستنى يا سيدي الله يفتح عليك الله 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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم عايزين الاصليين بقى الاول
فذكر فذكر سيدنا الاول عم الشيخ محمود فذكر نعم تحل الله عليك يا باشا نحن أعلم بما صلى على النبي الله 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 عسل عن الشيخ محمود والله إن في ذلك لعبرة لمن
الله 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 نحن أعلم بما تعال نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار الله أكبر الله أكبر نعم عليه الصلاة والسلام الله 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 نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من أكبر فذكر بالقرآن من يخاف إن في ذلك لعبرة الله الله أكبر الله 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 عليك بركة يا محمد موسى
نحن أعلم بما يقولون الحاج رجب والمحب بيتحبوا الكوره. قال حديثا كهربائيه
الدكتور محمد الحميش الدكتور كورا خدمة الدولة تبلغ من الدكتور محمد فهيد بكثرة الدولة خاطر من الإسلام لأنه لما كان في عزيزين لديكم ونحن لما ودينا وودينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز دينا؟